هذا الجهاز كل المواصفات الموجودة بيه عجبتني إلا شغلة واحدة ما عجبتني. ليش؟ السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى جليحاوي. طبعا أكو جهاز جديد اقتصادي، مواصفاته حلوة وسعره كلش مناسب، راح يجينا بالأيام القادمة. من هو؟ جهاز من تكنو اقتصادي، هو البوب 8. يمكن شايفين البوب 7، انا سويت له مراجعه، وحقيقه ما انصح شخص يشتري لان يعلق هواي وهنك. هواي اجهزه من تكنو اسعار اللي قريبه ال 110 115000 130 140000، لاني احاول انه لا تتقربهن، اجهزه تعلق هواي فشغلتهم كلش تعبانه. لكن هذا الجهاز من شفت مواصفاته حقيقه هواي عجبني. شلون؟ اول شغله انه هذا الجهاز راح يجي بهيكل الظهر موجود الكاميرات الثلاثيه نفس هيكل الايفون، يعني يشبه السبارك 10 برو اللي شايفينه اللي صوته كلش ناصي، اللي يريد يشتريه فيحط باله هذا الصوت كلش ناصي بالنسبه لهذا الجهاز. نعم. الشغله الثانيه انه الشاشه راح تكون كبيره من نوع اي بي اس ال سي دي وتدعم 90 هرتز. الثقب يدعم الدايناميك ايلاند او ميزه تدعم الاشعارات الموجوده على الكاميرا نفس ما موجود بالايفون، يعني حرفيا هذا الجهاز مسوينه يشبه الايفون بالظهر ويشبه الايفون بالشاشه، تجيك الشعارات نفس ما موجوده بالايفون. الملفت للانتباه انه هذا الجهاز يجي بسعر 85 دولار، وهذا اذا وصلنا 80 دولار اقل من 80، يعني ممكن نفس السعر 85، الذاكره 128. خلاني ارغب ان اقول هذا الجهاز يسوى سعره او يستاهل سعره، لكن يحتاج لتجربه. شنو هو؟ انه هذا الجهاز راح يجي ب 8 جيجا رام وذاكره 128، اما اذا خلوه له 4 جيجا اتوقع تقلل من اداءه، يمكن تصير تعليقات. بعد شغله اضافيه انه هذا الجهاز يجي معالج من يونيسوك تي 606. شوف والله انا احب شغله من الشركات انه تنتبه المكانات الضعف او مكانات الاخطاء اللي تصير بالاجهزه وتعدلها، مو شنو المشكله، بالعكس كل احنا بشر الله خلقنا نتعلم من التجارب، نشوف شنو الاشياء الزينه ونحسنها، ماكو مشكله. تكنو عندها الاجهزه كانت هي بالمية 110 120 اجهزه تعلق هواي، من تخلي معالجات الميديا تك مثل جي 36 البي 25 البي الاي 22، هاي المعالجات اللي ما ارتاح لنا عين بها تعليقات، لكن تخلي من معالج من يونيسوك راح تلقي جهاز سريع واداءه جدا سريع مع ما هو اقتصادي. هاي المواصفات كلها اذا حسبتها بالعراقي يمكن يصير لك بال 120 او 115000، هذا الشيء جدا ممتاز. لكن الغريب بالموضوع انه مع انه الجهاز يمتلك بطاريه 5000 ملي امبير وراح يكون يدعم الشحن 10 واط. حقيقة هذا الشيء اللي ما حبيته بالجهاز ولا بهذا التسريب، لان هو جهاز اقتصادي تحاول قدر الامكان تقلل لك من مواصفاته على مود يكون سعره مناسب، وهذا دين تكنو من زمان يعني. لكن انه هذا الجهاز بسنة 2024 يمكن ننزل هذا او بالايام القادمة بسنة 23 ما اتوقع يلحقون، ممكن يلحقون. فاذا نزلوه بهاي الايام ويدعم ال 10 واط انا اشوفه نعم يمشي الاقتصادي يمشي، لكن هي تبقى عائق او تبقى واحد من عيوب الجهاز اللي موجوده اللي تنذكر. 10 واط اشوفها قليله، وخاصه ان الناس هسه متعوده كلها اقل شيء 33 واط. فانا اتمنى تكنو تنتبه للمعالج من تريد تخليه حتى بالاجهزه الاقتصاديه، اخذ من يونيسوك تخلي معالجات، ما ادري النظام دائما اي جهاز كم شيء بمعالج يونيسوك ما تلقي به خربطات قويه مثل معالجات الميديا تك اللي ضعيفه كلش، البي والجي الثلاثينات هيك العشرينات، فذني خلني الجهاز شويه يثقل. ما اعرف نظام الاندرويد يريد رام قوي، فدائما الرام الاربع جيجا يعيق لك تجربه بهواي اجهزه، فنتمنى انه 8 جيجا يخلون او يخلون 6 جيجا مو شرط 8. والشغله الثانيه هاي المعالجات تفيدهم بالنظام، والنظام يخلونه خفيف ما بي تشعبات هواي على ما يصير الجهاز ثقيل، لان هو بالنتيجه هو جهاز اقتصادي. فبرافو عليكم يا تكنو اذا حسنتوا هذا الموضوع، وخاصه اذا الشحن السريع شويه كبرتوا اكثر كثرتوا من 10 واط. نهايه الفيديو اتمنى يجي هذا الجهاز، ان شاء الله يجي، ما احتاج اتمنى يعني، ان شاء الله يجي جهاز ونجربه ونعطيكم تجربه شخصيه لهذا الجهاز. لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناه، وياكم مرتضى الجليحاوي وفي امان الله، تحياتي لكم.